احنا لايف يا حاتم، ومعلش شوية مشاكل تقنية كده في الأول. هو انا هقول ايه؟ موضوع اللايف توجيتر ده هيقعد يجنننا معاه كل مرة كده. بس وانا قاعد اقول ايه؟ انت بتقول اللايف ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، انت اخبارك ايه؟ انا زي الفل، تمام جميل، كله كويس، ظبطنا احنا الدنيا النهارده خلاص. طالعين الناس يوم خميس، في ليله الخميس كده في سهره، بكره الجمعه بكره اجازه، فطالعين لهم في سهره كده النهارده عشان نحاول على قد ما نقدر كده ان احنا نوصل المعلومه ببساطه. صح يهمني برضو ان انا الناس اللي هتشوفنا تكتب لنا في الكومنتات اذا كان الميعاد ده مناسب بالنسبه لها، ولا ممكن نخليه الجمعه لو هم حابين، لان احنا صح هنطلع ماشي باستمرار كل فتره. فبرضو يهمنا نعرف من كومنتات الناس ايه الاخبار بالنسبه للميعاد، هل الميعاد مناسب ولا لا. ماشي الصوت تمام بس لو حد متابعنا وشايفنا يكتب لنا بس اذا كان الصوت واضح بالنسبه له ولا لا، عشان نبقى شايفين الكومنتات شغاله ولا لا، الصوت واضح ولا لا. حاتم، احنا عايزين النهارده نتكلم عن استراليا، تمام ماشي يلا وانت بينا. انت راجل النهارده خبرة في، يعني ما شاء الله عليك عندك خبرة، وانا عارف ان انت استفدت، وعلى قناتك قناة ويد حاتم ليك فيديوهات كتير قوي بتتكلم فيها عن اماكن كتيرة وبلاد كتيرة انت زرتها وبتفاصيلها. انا حابب ان احنا النهاردة نعمل حاجة زي ما تكون كده ايه، برشامة، يعني ماشي حلقة صغيرة كده 30 دقيقة مثلا، 45 دقيقة ماكسيموم، أنا موافق. بحيث ان احنا يبقى ده زي ريفرنس، مرجع سريع للي عايز يعرف معلومات عن استراليا، يقدر يشوف الحلقه دي بسرعه فيعمل ريفريشمنت، يسترجع المعلومات او يعرف يبتدي ازاي. انا عارف ان كل بند من البنود ليه تفاصيل كتير وهياخد مننا وقت كتير، فمش هنقدر نغطيه في حلقه واحده، بس عايزين نحط ناس على التراك. فخلينا نتكلم كده عن استراليا الاول كبلد سريعا. قول لي كده استراليا والعيشه في استراليا نبتدي منين؟ يعني انا لو انا قاعد في مصر النهارده وبتارجت ان انا اروح على استراليا، ابتدي ابص على ايه؟ ايه الويب سايتس اللي هخش عليها؟ وايه الخطوات اللي ابتدي اعملها؟ وهنخش واحده واحده نقارن ما بين مختلف الانواع اللي هنروح بيها استراليا ازاي؟ بس خلينا مبدئيا، انا واحد جات لي فكره دلوقتي انا عايز اروح استراليا. اعمل ايه في استراليا بقى؟ طب هو الأول ليه استراليا؟ قبل أي حاجة خالص، ليه استراليا بالذات دونا عن أي بلد تانية؟ ليه مش كندا؟ ليه مش هنا إنجلترا؟ ليه مش نيوزيلندا؟ نبتدي بالسؤال ده ماشي؟ تمام طيب استراليا طبعا أول حاجة خالص، استراليا بلد كبيرة جدا، I mean like مساحة، مساحتها طبعا هي قارة زي ما الناس كلها عارفة، وبالتالي فيها تنوع رهيب، تنوع اقتصادي، تنوع كمان اجتماعي، تنوع حتى في الجو. يعني في وقت هتلاقي في حاجات فيها حر جدا، في نفس الوقت في جو هتلاقيه برد في نفس الوقت، فهي قاره كامله. ده حاجه. الحاجه الثانيه، استراليا صح مش من الدول السبع الكبرى اللي هي الصناعيه، ولكن الناتج المحلي بتاعها السنه اللي فاتت كان 1.5 تريليون دولار، وده رقم عالي جدا، وده يدل على قد ايه البلد فيها رفاهيه، وعدد السكان 24 مليون. فانت بتتكلم في ناتج محلي رهيب، وعدد سكان 24 27 غير 24 مليون، 24 مليون بني ادم عايشين هناك. صحيح هم مش متوزعين على كل استراليا، هم متوزعين على مدن رئيسيه اكروس كل استراليا، وبالتالي اللي انا عاوز اقوله ان في حياه كويسه هناك. ده اللي بيخلي الناس تهاجر اصلا من بلدنا، زي بلد زي بلدنا، وتروح بلد زي استراليا بالرغم انها بعيده. مميزات استراليا، هقول بسرعه مميزات وعيوب، وبعدين ادخل اقول لك ايه اول خطوه لو بتفكر تروح. طيب اول حاجه في المميزات ان التعليم ما قبل الجامعي ببلاش، بمعنى لو انت بيرمننت ريزيدنت يعني مقيم دائم، او حاصل على الجنسيه الاستراليه، او مواطن نيوزيلندي، الثلاثه دول، فانت التعليم للاطفال بالنسبه لك ببلاش من اول 3 سنين ونص، من كل الحضانه لغايه قبل الجامعه على طول، اللي هو ايه، ثانويه عامه او الهاي سكول. تمام، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، الثلاثه دول اللي بقول لك عليهم بيتحطوا تحت حاجه اسمها ميديكير، فبالتالي هم تحت تامين صحي حكومي فور فري برضو. تمام، لو بتشتغل بتخصم منك حاجه بسيطه، لو ما بتشتغلش الميديكير بيكفر، عامله زي كندا، عامله زي بريطانيا هنا الان اتش اس، نفس الموضوع. دي تاني حاجه. تالت حاجه، في اللي هو بيسموه الويلفير سيستم، وهو يعتبر من اهم الحاجات اللي الناس بتبص عليها، الويلفير سيستم. وات اف لو قدر الله حد مثلا مش عارف ان هو يشتغل،
تعب، حصل له مشكله، ما بقاش قادر يشتغل، لا قدر الله مثلا رب العائله توفاه الله، الاطفال هيعيشوا ازاي؟ السيستم في استراليا بالذات، انا هتكلم على استراليا المره دي، بيسبورت الكلام ده، بيديك فلوس، بيساعدك، بيجيب لك شيلتر، يعني ممكن يساعد في ايجار البيت او يجيب لك بيت، بيدورك على شغل عشان لازم تشتغل، فبيسبورتوك، فانت بتحط راسك على المخده، وده اللي كنت بقوله للناس صحابي، بتحط راسك على المخده وترتاح، تمام؟ انت مش خايف من بكره، صح؟ هو كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى، بس انت لا قدر الله سبت شغلك لاي سبب من الاسباب، او حصل اي حاجه، اي ظرف، البلد في ظهرك بتلحقك. ده ثالث تمام حاجه. رابع حاجه، الباسبور الاسترالي باسبور قوي جدا، هو دلوقتي بيعتبر رقم 4 على العالم، طبعا هم في كذا حاجه مع بعض يعني، بس هو في الكاتيجوريز هو رقم 4 على العالم، انا مش فاكر بيفتح كام بلد، بس رح هنتكلم اعتقد ان هو فوق ال 100 حاجه و60 دوله، تمام؟ بتدخلهم من غير اي تاشيره، لان انا بتكلم على طبعا رح تزور فيزيت فيزا، يعني انت مش محتاج مثلا فيزيت فيزا عشان تيجي بريطانيا، لا، انت باسبورك الاسترالي بتدخل وتتفسح هنا وترجع، طبعا مفتوح لهم كل اوروبا، امريكا اللي هو بيسموها الاي تي اللي هو الترافل اوثورايزيشن، سو العمليه سهله جدا في السفر بالنسبه للاسترالي. ده رابع حاجه. خامس حاجه، في اتفاقيه ما بين استراليا ونيوزيلندا ان المواطن الاسترالي من حقه يعيش ويشتغل ويكمل حياته كلها لو هو مواطن استرالي، بعد 5 سنين ممكن كمان يقدم على الجنسيه النيوزيلنديه وياخدها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مع امريكا هم عندهم كاتيجوري خاص بيهم اسمهم اي 3 فيزا، اسمها اي 3، هي دي ورك فيزا معموله للاسترال بس وملهاش كاب، يعني ملهاش حد، يعني ان شاء الله كل الاسترال بكره يفكروا يلاقوا جوب اوفر ويروحوا امريكا، امريكا مش هتقول لا، مش مثلا كل سنه ليك 60,000 او 66,000 فيزا من الحكايه دي زي الاتش 1 بي، لا مفيش الكلام ده. الاي 3 مفتوحه وملهاش كاب. الحاجه الثانيه، الجو بتاعهم شبه الجو بتاعنا، يعني الجو بتاعهم حلو، تمام؟ يعني مش هتلاقيه صقيعه زي كندا ماينس 30 ولا ماينس 40، ومش هتلاقيه خليج مثلا 55 و60، لا، في جو معتدل. عاوز تقعد في جو فيه اكتر صيف هتروح سيدني، عاوز جو فيه شويه مطره وشويه تنوع كده ويبقى 4 فصول هتروح ملبورن، عاوز حر 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 جامد قوي اطلع داروين فوق، عاوز برد شويه برد حلوين هتنزل تسمانيا تحت، وبالتالي في تنوع في الجو رهيب. الناس في الصيف طبعا في سيدني او في ملبورن او كده بيلبسوا على طول ايه نص كم وماشيين عادي، فده برضو ميزه، تمام؟ مميزات كمان زي ما قلت لك الميديكال، في حاجات كتيره قوي، في مميزات كتيره ممكن اتكلم عليها طيب وطريق نتكلم. يعني المميزات دي اغلبها فيما بعد ان انت خدت الجنسيه اكترها، لا وانت بي ار، لا 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 وانت وانت بي بي ار ار، عادي وانت ممكن تبقى وانت مستفيد من كل المميزات دي. كل طيب المميزات ما عدا موضوع الباسبور، انت معكش الباسبور، لكن انت جوه البلد بتعامل كانك مواطن عادي، مش من حقك تنتخب ولا تنتخب، لكن انت تحت الميديكير، التعليم ببلاش، تقدر تعيش في اي مدينه لو انت داخل على الفيزا، هبتكلم في الموضوع ده. يعني انت المميزات كلها بتاخدها ما عدا حاجه او حاجتين بتاخدهم بعد اما تاخد الجنسيه الاستراليه. طيب احنا مع الاسئله اللي هتيجي في الكومنتات، لو حد عنده اسئله هيبعتها على الكومنتات وهنرد عليها. خلينا نبتدي ندردش كده، نبتدي منين الحكايه؟ يعني انا ابتدي ازاي ان انا رحله البحث عن استراليا، انا عايز بص، اروح النهارده، ابتدي منين؟ طيب اول حاجه هتبتديها هتشوف الاول استراليا هتناسبك ولا لا. انا قلت المميزات، عاوز اقول العيوب، خليني اقول العيوب في دقيقتين واقول لك خطوه خطوه تقدر ازاي تقدم على هجره. العيوب، استراليا بعيده جدا عن بلدنا العربيه، انت محتاج على الاقل ما يقرب من 18 ل 20 ساعه عشان توصل لسيدني، تمام؟ فده من العيوب. طبعا فروق التوقيت الرهيبة، أنت بتتكلم مثلا في حوالي من 9 ل 10 ساعات فرق ما بيننا كتوقيت ما بيننا وبين القاهرة، يعني القاهرة الصبح في سيدني بتبقى بالليل والعكس صحيح، تمام؟ هما بيسوقوا عكسنا زي إنجلترا كده، بيسوقوا إن الدريكسيون على الناحية الشمال مش اليمين على الناحية اليمين، اليمين اليمين، لخبطت أنا بينهم، على الناحية التانية، المهم الناحية التانية. وبالتالي دي بتعمل لك مشكلة في الأول، تمام؟ بس أنا شايف التاكسيز، الضرايب هناك عالية زي الضرايب هنا في بريطانيا وفي نيوزيلندا، شرايح ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين يا احمد، بس الضرايب عاليه، وبالتالي مرتبك اللي بتاخده بيستقطع منه شويه فلوس حلوه، بتستقطع قبل حتى ما تاخد المرتب اللي هو ويذ هولدنج تاكس، تمام؟ فانت اللي بتاخده في ايدك هو النت، تمام؟ عيوب تانيه ممكن نتكلم عليها، بس دي العيوب السريعه اللي في مخي دلوقتي.
نبتدي ازاي الحكايه؟ نبتدي منين الحكايه؟ الاوفيشال ويب سايت. اول حاجه هتعملها قبل حتى ما تفكر انت عاوز تعمل ايه، لازم تدخل على الاوفيشال ويب سايت بتاعهم وتشوف ايه انواع الاقامات هناك. طيب في كذا ستريم، في ناس بتاخد الطريق الاقصر لو هي قادره، لنا اللي هو حتى اسم الويب سايت ايه، او احنا هنحطه في الكومنتات كمان، هنحطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بس هو لا بوردر فورس. انت تدور على بوردر فورس استراليا هيطلع لك اول واحد، بوردر فورس استراليا. كان زمان اسمه www.immi.gov.au، هم غيروه جمعوه مع كل ال اه خلوه سموه ايه بوردر فورس دوت جاف دوت اي يو، فهنحطه في الديسكربشن. طيب ليه انا بقول كده؟ لان هو في كذا مسار. في ناس بتحب انها خلاص انا عاوز الشورت باث، اللي هو انا عاوز اقدم على immigration من الاول خالص، عاوز اقدم على هجره من الاول خالص، فهقدم على اللي هي الاقامه الدائمه من الاول، يعني اول ما احط رجلي هبقى مقيم دائم. تمام. في ناس ما عندهاش اللوكجري دي، او ما عندهاش انها كده، لان مثلا الوظائف بتاعتها مش في الليسته، النقط مش عارفين يكملوا النقط، ال 65 نقطه هنتكلم عليها بالتفصيل. تمام. وبالتالي هيبقى عنده باسس ثانيه، ممكن ان هو يدور على وظيفه وهم الشركه اللي راح لها تجيب له ورك فيزا بتؤدي للريزدنس في الاخر. تمام. في ناس مش قادره تلاقي وظيفه فبتقول لك طب اروح دراسه، وما اروح دراسه هناك انا باخد بعديها ورك فيزا في بعض لبعض اللي هي الماجستيرات والدكتورات، ومن هناك هقدر ان انا اظبط اموري والاقي شركه انها تعمل لي سبونسر وبعدين اقدم على الاقامه الدائمه، او من دراستي هناك وشغلي هناك انا هاخد نقط زياده فهقدر اوصل ل 65 نقطه فهقدر اقدم على الاقامه الدائمه. هو في الاخر كل دول بيروحوا للاقامه الدائمه في الاخر، اللي هي 189 او 190، هنتكلم عليها بالتفصيل ايه 189 وايه 190 دي. بس اول معلومه واول حاجه عايز تعملها ادخل على الويب سايت بتاعهم. جمال الويب سايت بتاع اللي هو الاستريم اميجريشن انه كومبريهنسيف يا احمد، ان هو مليان كل المعلومات اللي انت عاوزها بالتفصيل الممل حته حته، ومتقسم تقسيمه حلوه. يعني انا رايي، انا شفت طبعا النيوزيلندي والكندي والاسترالي، انا شايف ان الويب سايت الاميجريشن بتاع استراليا اللي هو الويب سايت هو احسن واحد من حيث التقسيمه، بيخليك فاهم انت داخل تعمل ايه، هتقرا هتفهم على طول، هتعرف انت عاوز تعمل ايه، هتقدم ازاي، ايه المطلوب منك، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. هم عاملينه بطريقه حلوه الصراحه، فده اول زمان نصيحه. زمان كانت المشكله ان احنا بنخش على الويب سايت ده بنتوه شويه في الباث، يعني بلاقي كذا مسار مفتوح قدام، فما ببقاش عارف انا المفروض امشي مع انهي مسار، وكل واحد ليه حسبه وكل واحد ليه طريقه نقط. فيعني هو ما فيش حاجه اسمها كله طريق، هي طريقه نقط واحده. هو لو انت الباث بتاع الاميجريشن هم 65 نقطه، هو 65 نقطه دلوقتي. تمام. لازم تكون جايب على الاقل 65 نقطه عشان تتحط في البول، عشان تعمل اللي هو الاكسبريشن اوف انترست بتتقبل في البول 65 نقطه. هتتاخد امتى ده؟ ده موضوع هنتكلم فيه بعدين. تمام. لان انا عاوز اقول عليه كلام مهم. فهتروح دراسه، فانت اول حاجه بتعملها في الدراسه تدخل تشوف هل انت لما تاخد الدراسه او الفيزا بتاعت الدراسه بعد ما تخلص من حقك تاخد ورك فيزا ولا لا؟ هل الدراسه دي هتديك نقط زياده ولا لا؟ لو هتدخل تدور على الجامعات او المعاهد او وات ايفر او البوليتكنيك اللي انت محتاج تقدم فيها وتكلمهم. الحاجه الكويسه، معلش هتفرع في حاجه هنا، ان كل البوليتكنيكس والانستيتيوتس واليونيفرسيتيز اللي موجوده في استراليا وفي نيوزيلندا فيهم قسم خاص بالانترناشونال ستودنتس، بيساعدوا الانترناشونال ستودنتس، يا اما ياخدوا منحه يا اما ياخدوا نص منحه يا اما هيدفعوا الفلوس من جيبهم، بيساعدوهم بيقولوا لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، وبيسهل لهم، مش بيسهل لهم، بيسهل يعني بيعمل لهم ادفايزنج ايه الورق المطلوب تقدموه عشان تاخدوا الفيزا. تمام. فبيعمل لهم سبورتنج بشكل او باخر، بيقول لهم مثلا الكورس ده لما تخلصه هتاخد مثلا سنه ورك فيزا بعد كده، وتقدر تشتغل وبعدين تعمل كذا كذا كذا. فهو في ديبارتمنتس جوه الانستيتيوت دي بتساعد الناس. تمام. اكمل ولا عندك سؤال؟ لا لا تمام. لا طب تمام خلاص. طيب فزي ما قلت لك في كذا باث. تمام. في الباث دلوقتي اللي هو اشهر حاجه، اللي هو انت بتقدم بيرمننت ريزيدنس، اللي هو 189 و190، هما ارقامهم كده 189 و190. ال 189 اللي هو الاندبندنت، اللي هو انا بقدم من غير ما اخد اي سبونسر من اي حد،
انا هقدم بناء على خبرتي، بناء على سني، بناء على الاكسبيرينس اللي عندي، بناء على الكواليفيكيشن اللي عندي، كذا كذا كذا. هم شويه فاكتورز او كريتيريا، وبرده الويب سايت بتاع الاوفيشال ويب سايت حط حلو قوي، وتقدر تعمل فيه كالكوليتر حلو قوي. لو مثلا عندك 5 سنين هيديك كذا نقطه، لو عندك مش عارف ايه سنك كذا بيديك كذا نقطه، وفي الاخر بيجمع لك النقط ويقول لك انت تقريبيا النقط بتاعتك كذا، ينفع تقدم ولا ما ينفعش تقدم. الثريش هولد او المينيمم هم 65 نقطه، لو انت اقل من 65 نقطه ما ينفعش انك انت تعمل اكسبريشن اوف انترست، ما ينفعش تقول انا عاوز اقدم، لازم توصل ل 65 نقطه. 65 نقطه دول فيهم سنك، فيهم الكواليفيكيشن، فيهم الاكسبيرينس، فيهم البارتنر، لو انت رايح مع معاك بارتنر هي بتعرف انجليزي ولا لا، معاها بكالوريوس ولا لا، الكلام ده كله. لو رايح سنجل بتاخد النقط كامله دلوقتي، بيدوك ال10 نقط كامله بتاعت البارتنر، لان ده يعني مش لو معكش بارتنر ليه هتاخد صفر، تمام؟ هل درست في استراليا او لا؟ عندك كام سنه خبره جوه استراليا؟ لو كنت اشتغلت جوه استراليا، ما هو في ناس بتيجي على ورك فيزا زي ما قلت لك، وبعدين تقدم على البي ار، فدول لما بيقعدوا سنه بياخدوا نقط، 3 سنين بياخدوا نقط، وهكذا وهكذا، تمام؟ المهم انت بتجمع 65 نقطه. خليني اقول لك ان قبل كوفيد وفتره كوفيد كانوا بياخدوا ارقام عاليه جدا، يعني كانت استراليا بتاخد مثلا 90 95، طبعا بتختلف من دي نقطه مهمه، من بوزيشن لبوزيشن. يعني يقول لك احنا الناس اللي هم السيستم اناليست هناخدهم المره دي من 85 في الراوند، هو كل فتره او كل شهر او مش عارف كل قد ايه بيريود معينه بيعمل راوند يختار منها، كان عندك مثلا حاجه كده بتختار منها ريبوزيتوري وبتطلع منها، فهو كل فتره بيعمل راوند يقول لك انا خدت الناس دي، الناس دي خليهم بقى يقدموا، من حقهم يقدموا على البي ار، تمام؟ فكان قبل البانديميك وساعة الكوفيد كانوا بياخدوا ارقام عاليه. الفتره اللي فاتت، وده نتيجه ان الحكومه بتاعت العمال هي اللي كسبت، ان في حكومه جديده جت السنه اللي فاتت، هم سهلوا جدا، بقى بياخدوا ارقام عنيفه، بقى بياخدوا دلوقتي اولا من 65 حاجات كثيره جدا، بقى بياخدوا الراوند ده اللي اتعمل في ديسمبر اللي فات خدوا 30,000. خليني اقول لك الديفرنس، ان من سنه فاتت كانوا بياخدوا في الراوند 1200، الراوند ده واخدين 30,000 واحد، 30,000 هيقدموا ياخدوا بي ار، فتخيل شوف الفرق كام، احنا بنتكلم في اولموست 28 ضعف مثلا او حاجه زي كده اهو. وبالتالي هي دلوقتي متسهله جدا 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 جدا، ما نعرفش بعد كده هيحصل ايه، ما نعرفش هيقفلوها هيعملوها ما نعرفش، تمام؟ وبالتالي فرصه اي حد دلوقتي عاوز يقدم، هو ده ذا بيست تايم انك انت تابلاي على الاستراليان بي ار. في كذا حاجه. طيب 189 دي اللي هو اندبندنت، انت مش محتاج سبونسر. 190 جزء منها انك ولايه بتعمل لك سبونسر، انت عارف ان استراليا كبيره، فاستراليا متقسمه ولايات، في اللي هو نيو ساوث ويلز اللي فيها سيدني مثلا، فيها فيكتوريا اللي فيها ملبورن، تمام؟ في كوينزلاند اللي فيها بريسبان كده، في نورثن تريتوري اللي فيها داروين، ممكن اقولهم لك كلهم في الاخر، ويست استراليا بيرث، يس ساوث استراليا ادلت، المهم كل دول بيقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك نومينيشن بس عندي شروط، لازم مش عارف كل ولايه وليها شروطها، يقول لك انت لازم تكون جايب لي في الايلتس كذا، انت لازم تكون مثلا عندك جوب اوفر عندي وهكذا، شويه حاجات. المهم دول بيدوك كام في الاخر؟ بيدوك 5 نقط، فالخمس نقط دول ساعات بيساعدوا ناس، ناس بتوقف على 60 فاضل لها 5 دي 65، الخمس نقط دول هم كده اهو. في حاجه تانيه معرفش الناس تعرفها ولا لا، في اللي هو بيسموهم حاجه كده بيدوك 5 نقط لو انت بتتكلم الكوميونتي لانجوج مش الانجلش، ده فيها لغات كتيره منها اللغه العربيه، تدخل تمتحن امتحان جوه حاجه اسمها ان اي ناتي ان اي اي تي اي، وبعدين بيدوك 5 نقط برضه، في نقط كتيره بتعرف تجيبها واخد بالك، وبالتالي بتلاقي نفسك عمال تطلع توصل 65 وبعدين تعمل ابلاي. ال 190 زي ما قلت لك سبونسرد، ال 189 نون سبونسرد بس، فده باث من الباثز، الناس في الاخر لازم بتروح للباث ده، تمام؟ اي معلومه عاوز تعرفها هتعرفها في الويب سايت. طيب في حاجتين، في ناس قادرين ان هم يدخلوا بنفسهم ويقروا ويقدموا زي ما انا مثلا عملت في نيوزيلندا، تمام؟ واللي الناس ما تعرفوش ان انا كنت قدمت في ار استراليا، كنت خلاص اولموست حاجته، بس انا كنت خلاص في نيوزيلندا فقررت. الاثنين كنت عملتهم لوحدي، يعني مشيت الباثز لوحدي. anyway اللي انا عاوز اوصل له، قادر تعمل الكلام ده لوحدك؟ طريقك معروف، هتقرا الويب سايت، هتسمع كلامهم، تقدم، هتعمل اونلاين ابلكيشن، كل حاجه اونلاين، هتدخل تخلص الايلتس بتاعك الريكويرمنتس كلها وتقدم. طب انت شايف ان الموضوع صعب او عندك حاجه كومبلكس، يعني في حالات بتبقى صعبه نتيجه حاجات معينه سبيشال كيسز، بلاش ندخل في تفاصيلها،
انا انصحك انك انت لو انت شايف ان سبيشال كيسز ومش عارف تعمل حاجه ومش قادر تقدم لوحدك، روح لاميجريشن كونسلتنت بس يكون معترف من الحكومه الاستراليه اللي هو بيسموه لايسنسد. لان الحكايه دي في ناس كتير قوي تمشي ورا واحد مثلا على اليوتيوب يقول لك ده مش عارف ايه، ويمشي وراه بقى ويسمع كلامه ويديله فلوس وفي الاخر قم. او واحد يقول لك انا فاتح مكتب هجره في مش عارف فين تحت بير السلم في المنامه في البحرين، يروح له ومش عارف ايه وهات وانا هعمل لك والكلام ده، ويتفاجئ ان هو لايسنس مش يتكلم مع الحكومه ولا اي حاجه وبياخد منه فلوس كتيره وعلى الفاضي. تمام، وطبعا وانا ده ضد القانون. المعلومه اللي عندي على موضوع الاميجريشن كونسلتنت هو الناس بتعمل لك جايدنس، يعني الناس بتقول لك بس حضر واحد اثنين ثلاثه، قدم واحد اثنين ثلاثه. لا هل الموضوع في استراليا مختلف ان هو اللي بيعمل كل الكلام ده عنك on your behalf لا لا، يعني؟ هو ادفايزر، هو ادفايزر. تمام، هو مش لوير، هو ادفايزر. نيوزيلندا واستراليا شبه بعض في الموضوع ده. هو بيمسك الكيس بتاعتك ويقول لك الكيس بتاعتك تنفع ولا ما تنفعش. دي اول حاجه بيعملها. يعني اول حاجه انت ليه بتدي له فلوس؟ لانك انت عندك كومبلكس سيتويشن مثلا، وات ايفر كان هو ايه. تمام، والسيتويشن مش لو مشيت لوحدك مش هتعرف تعملها، هتترفض لاسباب من الاسباب او صعب عليك او من غير حاجه بحاجه. هو بيقول لك اه انا بقول لك بري اسسمنت، اه تنفع تعالى بقى. عشان نعدي الايشوز دي احنا محتاجين منك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، جيب لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي كذا، وهو بيرفق اوراق معينه وبيعمل اثباتات معينه والكلام ده، فهو بيوجهك للطريق الصح. تمام، هتعمل كذا 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 عشان توصل للنتيجه دي. هو بيبقى عباره عن ايه؟ هو بيبقى عباره عن واحد بقاله درس كات كورس، مش كورس شهر او شهرين، كورس سنه وشويه بالمناسبه. تمام، ودفع لايسنس للحكومه، وبالتالي هو ابايد لللو وعارف اللو كويس بتاع الاميجريشن، وهو بيتكلم مع الاثوريتيز جوه مثلا استراليا او نيوزيلندا او الكلام ده، وبالتالي هو مصرح ليه ان هو يمثلك قانونيا في موضوع الهجره. تروح له امتى؟ لما تكون انت عاوز تسمع استشاره، او في نفس الوقت عاوز عندك حاجه كومبلكس وعاوز تروح له. قادر تعمل لوحدك؟ الويب سايت طب في كل حاجه انت عاوزها. لكن رجاء، وده اللي حصل مع كذا واحد في كام حاله انا شفتها، ان هم بيروحوا للناس يقول لك انا اه انا احسن واحد، ده انا رحت استراليا ومعايا الباسبور وادي الباسبور مش عارف ايه وعملك، وهو اصلا مش لايسنس، ما خدش اي كورس، وبالتالي ما يعرفش القوانين، وبالتالي بيضيعك وبتدفع له فلوس كتير. يعني بتدفع له فلوس كتيره وبيضيعك، واصلا حتى لو ما ضيعكش وخدت البي ار، هو ده اللي انت عملته الليجل، واللي عمل هو الليجل غير قانوني، ولو اتعرفت في اي وقت من الاوقات بيبقى عليها بنالتي عنيفة. طيب ده اللي قرا او اللي خد الابروتش وابتدى يحدد انهي مسار اللي هو هياخده عشان يروح استراليا، واشتغل على النقط بتاعته واشتغل على تجهيز ورقه وحاجته وابتدى في البروسيس. طيب لو واحد النهارده هو بيفكر في استراليا بس مش عارف هي هتناسبه ولا لا، عايزين نتكلم عن اللايف ستايل في استراليا عامل ازاي؟ الكوست اوف ليفنج عامله ازاي؟ تكاليف المعيشه هناك ايه، كسكن كاكل وشرب؟ انت قلت الضرايب طبعا اتكلمنا عنها، بس يعني خلينا نحط شوية نقط كده عشان اللي بيفكر في استراليا يبقى عارف قبل ما يبتدي يخوض في الإجراءات هو استراليا أصلا هتناسبه ولا لا. صح، هو كمان مش هتناسبه بس كفلوس وكده، هتناسبه كجو ولا لا، تعامل الناس ولا لا. يعني مثلا في ناس مثلا تحب الحياه اللي هي سريعه قوي 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 قوي، استراليا ليت باك شويه. تمام، يعني فيها اللي هو لا احنا الدنيا مرحرحه شويه، مش مرحرحه قوي زي نيوزيلندا لكن مرحرحه شويه. فانت لازم تعرف ان الباس هناك هيبقى بطيء مش سريع قوي، مش السرعه اللي انت فاكرها، حتى سيدني نفسها. تمام، طبعا انت لو رحت قعدت في بيرث او مثلا داروين خلاص بقى انت كده مع نفسك، هتقعد على الشط يعني على البحر. المهم اللي انا عاوز اوصل له في الاتي ان هو الحياه غاليه، لازم نعترف الحياه غاليه مش رخيصه في استراليا، دي حاجه كلنا عارفينها. ولكن في مينيمم ويج، يعني اي شغلانه هتنزل تاخدها فيها مينيمم ويج، ما ينفعش هم يقلوا. انا مش فاكر الرقم كام بالظبط، يعني انا عارف رقم النيوزيلندي بس مش فاكر الرقم الاسترالي كام. هو هيبقى اولموست في ال 20 20 21 19 في الحدود دي، هو نيوزيلندا 22. المهم فده في الساعه 22 دولار في الساعه. ده ما ينفعش اي حد يشتغل قانونيا جوه البلد ياخد اقل من الرقم ده. الرقم ده لما تجمعه على مستوى الشهر بعد ما تدفع الضرايب، المفروض ان هو ثيوريتيكلي ياكلك ويشربك ويجيب متأجر منه، وممكن كمان تحط بنزين عربيه وتجيب عربيه وتعيش حياتك كويسه. هما بيقولوا كده المينيمم ويج يعيشك مستوى اللي هو الحياه الادميه. تمام، اكتر من كده بقى ده تعبك وشقاك انت بقى لو عايز تعلى عن كده. تمام، الحياه غاليه. تمام، ما هيش رخيصه،
يعني هتلاقي حاجات غاليه كتير، لكن مثلا العربيات افوردبل، البنزين حتى لو غالي بس افوردبل، الحاجات الاساسيه. البيوت بص على حسب انت فين، على حسب انت لانها قاره. لو انت في سيدني غاليه، لو انت رحت بيرث معقوله رخيصه، ميلبورن معقوله، بيرث رخيصه، رحت داروين رخيصه، على حسب انهي مدينه. انت احسن حاجه تعملها، وده نصيحتي لما انا كنت عملتها وانا رايح نيوزيلندا، دخلت على اليوتيوب اتفرج اشوف ايه المدن دي، ايه اللي بيحصل فيها، إيه مين بتاع. دخلت كمان على اهم حاجه بعملها ايه، ان انا بدخل ادور على الفيديوز اللي بتقول العيوب مش مميزات. انا عارف المميزات بشكل او باخر، بلد حلوه وجميله وكده، عاوز اشوف العيوب، عاوز اشوف الناس بتقول ايه على عيوبها، لان في ناس ما بتعمل مثلا فيديوهات بتبين مميزات البلد بس، لا انا عاوز اعرف العيوب، انا عاوز اعرف انا هروح هناك يواجهني ايه غلاء المعيشه. طب لو انا قعدت ما لقيتش شغل لمده 6 شهور، هينفع اشتغل اي حاجه ولا لا؟ ده سؤال من الاسئله المهمه. في استراليا ونيوزيلندا او استراليا، اه طبعا هينفع انك انت تشتغل اي حاجه. ما وبعدين في نظره اللي هي لا ازاي انا ما اشتغلش مثلا كاشير، لا ازاي انا ما اشتغلش مش عارف ايه، الكلام ده مش موجود في استراليا خالص. انت ممكن تنزل تشتغل حاجه الناس بتحترمك، الناس بتعاملك كويس، ان شاء الله تكون شغال ايه اعتقد في يعني في عالم الهجره كله المفروض ما يبقاش عندنا المفهوم ده والكونسبت ده، يعني لان الدول اللي بتقول على نفسها دول متقدمه هي تقدمها من السلوكيات اللي زي دي، ان احنا صح ما بتقللش من شان اي حد بيشتغل اي مهنه، خالص. بالعكس احنا تشين كل الناس مكمله لبعضها وكل الناس بتخدم على بعضها. يا احمد انا اعرف 3 في نيوزيلندا نيوزيلنديين، واحد منهم كان دكتور جامعه، ودي خليني اقولها كده، دكتور جامعه، بروفيسور، دكتور في الجامعه. انا كنت شغال في الجامعه في الاي تي في جامعه كانتربري. الراجل ده بعد ما وصل ل 60 سنه زهق، مش عايز يكمل في الاي، بالنسبه له ايه اللي انا فيه ده؟ تخيل اشتغل ايه؟ جنايني في الجامعه، جنايني فعلا، جنايني. وفي نفس الجامعة اللي هو وفي كان نفس بروفيسور الجامعه فيها. وما فيش اي مشكله. الاتش ار دايركتور اللي كانت انا كنت بشتغل معاه عشان انا ماسك السيستمز والكلام ده، فجاه كده جت عند ال 50 وانا برضو كنت شغال معاها كده، بتقول انا هستيب داون. ليه يا ستي في ايه؟ لا انا هرجع تاني اتش ار اوفيسر عادي. تقول لي انا عاوز اعيش حياتي، انا ليه عليا المسؤوليات دي كلها؟ انا عاوز خلاص انا جوزت كده كده، انا جوزت بناتي، انا عاوز بقى مع جوزي ونروح ونيجي ونتفسح والكلام ده. فكان في مخها انا ليه وكل ده، انا الحمد لله خلاص انا مظبطه اموري هشتغل حاجه. نزلت 4 5 درجات عشان بس تعيش حياتها، واخد بالك؟ او شفت واحد كان هولندي، اصله هولندي نيوزيلندي برضه، فجاه خلى بعد ما مثلا على 50 ساب شغلته، كان شغال برضه سينيور مانجر في حته، وراح عمل ايه؟ جاب عربيه بيعمل موفينج موفرز، عارف الموفرز لما بتنقل العفش؟ انا اتعرفت عليه عشان كان بينقل العفش، فبقول له ليه عملت كده؟ بيقول لي لا انا شايف ان الشغلانه دي جميله ومناسبه لي، وانا بستمتع بقابل الناس واكلم الناس واروح. انا ليه قاعد على مكتب وقاعد بشتغل؟ انا احسن اتحرك بالعربيه واشيل مع الناس واتعرف عليهم، شوف الافكار، ومحدش لا بص له وحش ولا كلمه ولا اي حاجه. لينا اصحابنا طبعا اول لما جم مصريين مش كانت في استراليا او نيوزيلندا فتره، طبعا ما لقوش شغل، فهو عاوز يشتغل شغلته. طب يا ابني ليه؟ ما كذا، لا وانا ازاي وانا كل الخبره دي وانا كنت شغال في مصر بعمل كذا؟ مفيش الكلام ده. انت من حقك كبيرمننت ريزيدنس شغل اي حاجه، انزل اشتغل. في ناس في الاخر اضطرت انها تنزل تشتغل، ولو الموضوع طبيعي لا حد بيبص لهم وحش ولا حد بيقول لهم كلمه ولا حد اي حاجه عادي. اللي اشتغل كاشير واللي اشتغل مش عارف في قهوه من القهاوي مثلا، او كافيز معينه كان بيعمل حاجات، اشتغل باريستا عادي، ما فيش حد قال له حاجه. شويه بشويه لقى شغل في مجاله وابتدى يتطور تاني ويطلع تاني. طب هل استراليا فيها باس كده زي السكيلد وركر فيزا؟ اللي احنا عرفنا اللي هو الديبندنت والاندبندنت ماشي، بس انا يعني اي مين ان انا في فرصة ان حد ممكن يجيب عقد عمل في استراليا؟ اه طبعا هو دلوقتي كمان بقت موجوده. انا ليا اتنين انا قلتها في كذا لايف وقلتها في كذا فيديو، ليا اتنين اعرفهم يعني، دول اعرفهم. واحده كانت معايا في التيم، كانت معايا في التيم بتاعي اللي هي حتى يعني انا كنت شبه المانجر بتاعها، كانت هي من الجنسيه الهنديه، هي قدمت على شغل في استراليا في شركه، اتعمل لها انترفيوهات وطلعوا لها الفيزا، وقدمت استقالتها من الشغل عندنا وراحت هناك عادي خالص. الفيزا دي انا مش عايز اقول اسماء، مش عايز اقول رقم غير ما اكون فاكر الرقم بالظبط، ممكن يبقى نحطه في الديسكريبشن. الفيزا دي بتقدم انها بعد سنه او سنتين بتقدم على البي ار على طول دايركت، ما تدخلش بقى في البروسيس العاديه وتجيب نقط والكلام ده وبتاع، هي ورك تو ريزيدنس اسمها كده، ورك تو ريزيدنس، هتشتغل وتاخد بعد كده ريزيدنس. بعد نفس الحكايه سنتين. واحد بعد فتره، بعد بيريود معينه، عشان هي بتختلف من حد لحد، مش عايز اقول بالظبط كام. واحد صاحبي برضو، صديقي مصري من اصدقائي الاعزاء جدا، كان معايا في سنغافوره، نفس الموضوع،
هو عمل انترنال ترانسفير تو بي اونست يعني، بس برضه كانه هو طريق يقدم استقالته من الشركه او الفرع اللي موجود في سنغافوره وراح الفرع اللي موجود في سيدني نفس الحكايه، واتنقل هناك وعلى نفس الفيزا. وسمعت ناس كثيره عملوا الكلام ده، فبقى في ناس بتروح استراليا دلوقتي على ورك فيزا بيسموها ورك تو ريزيدنس، ان بعد مده تقدر تقدم البي ار وبعد 4 سنين تقدم على الجنسيه بعد كده. طيب في سؤال بيقول لك، هو يعني هل ايه؟ انا السؤال راح مني اصلا. اجيبه واشوف انا؟ عيب انا عندنا اللي عاوز. انا اجيب الاسئله اهو. ممكن لينك المهاجره؟ لا عادي، مفيش حاجه. هل في شروط معينة للحصول على الجنسية، ما انت لازم غير ان تكون انت كان قعدت، بقالك مدة في قعدت مدة في البلد وات ايفر هي قد ايه؟ بس انا اقصد يعني الناس، انا اقصد ما عملتش حاجه غير قانونيه يعني. ما قدمت على البي ار، قدمتها صح، قعدت الفتره اللي قعدتها اللي هو طالبينها اللي هم 4 سنين. في ال4 سنين كل سنه قعدت الفتره اللي قالوها، ما عملتش اي مخالفه معينه جنائيه او بتاع يعني، ما تحولتش من جود كاركتر لباد كاركتر بس. وبعدين هم بكده لكن بيقدموا. مش زي بلاد، في بلاد مثلا بتشرط ان انت تسقط جنسيتك الاصليه مثلا، لا هم ما لا لا عندهمش لا لا المشكله دي. لا لا لا، استراليا دول سيتي شيب. انا ليا اصدقائي معاهم نيوزيلندي واسترالي ومصري، وليا اصدقائي معاهم استرالي وانجليزي يعني. ليا اصدقائي، واحد صاحبي قوي عزيز عليا، هو استرالي، معاه الاسترالي والبريطاني مع بعض، ما فيش مشكله خالص، ما فيهاش اي مشكله. وفي كتير من النيوزيلنديين في الاخر بيروحوا استراليا وبياخدوا الباسبور الاسترالي وبيفضلوا محتفظين بالاثنين. طيب دول سيتي شيب على فكره. عندك فكرة عن مصاريف الأكل والشرب والسكن، متوسط افريجز كده، او يعني هل غالية مش غالية، افوردبل مش بص، افوردبل؟ لا هي على حسب انت هتسكن فين تاني مره. لو هتتكلم في سيدني انت ممكن تلاقي ب 700 وشويه في الاسبوع، 700 ل 800 دولار استرالي في الاسبوع، تمام؟ دي الحاجه اللي هي كانت 600، ماشيه 600 ل 800 دلوقتي مع الغلاء اللي حصل، تمام؟ في الاسبوع. استراليا كل حاجه بنتكلم فيها هناك بالاسبوع مش بالشهر، يعني انت ما بتدفعش حاجه بالشهر، كل حاجه بتدفع بالاسبوع، تمام؟ كل حاجه بتدفع بالاسبوع. فهناك يعني هتلاقي حوالي من 650 ل 800 في الاسبوع ممكن تجيب شقه هناك. في طبعا الهاوسز، في الهاوسز وفي الشقق زي هنا بريطانيا وزي نيوزيلندا، تمام؟ فلما هتروح مثلا بلد زي مثلا بيرث هتلاقي ب 350 و 400 ويمكن اقل، انت على حسب في انهي حته، تمام؟ سيدني هي اغلى مدينه موجوده جوه استراليا. ملبورن اللي بعديها على طول، بريسبان ارخص، ادلت ارخص، بيرث ارخص مره ترتيبها، وبعدين في الاخر داروين فوق. فعلى حسب، هوفر طبعا ارخص واحده خالص تحت. في شبكة مواصلات بقى تربط الكلام ده، يعني لو حد إمكانياته مثلا هو عايز يدور على سكن رخيص من منطلق إن هو يوفر مثلا، فهيقدر ينتقل، والمسافات أخبارها إيه؟ لا No way. ما هو لا ما هو سيدني البيرث 5 ساعات طيران. سيدني البيرث انت بتتكلم في 5 ساعات طيران، دي اقصى شرق ودي اقصى غرب، فمستحيل. من سيدني لملبورن اللي هي تعتبر اقرب حاجه 900 كيلو، فالمسافات لا عنيفه يعني. اذا ما فيش حد. فاللي هيتارجت مكان ده، هو ده يعتبر ان هي دي البلد اللي هو عايش فيها، لان احنا بنتكلم في قاره مش في بلد صغيره، لا لا فبتتكلم في بالظبط. قاره، اعتبر ان انت جوه قاره جواها مجموعه بلدان صغيره، فانت لما هتروح بلد هتارجت البلد دي، هتعيش فيها وتقيم فيها. يعني ما حدش يعني يفكر في حساباته وهو بيعمل حساباته الاوليه كده، طب ما انا ممكن لو جالي اوفر مثلا او جالي فرصه ان انا اروح سيدني، انا ممكن اروح اقعد في حته تانيه، وما فيش الاوبشن ده. الاوبشن ده مستحيل. ممكن تلاقيه مثلا ما بين جولد كوست وبريسبان، لكن برضه حتى ما بتتعملش. لا ما فيش. بس اللي بيسكن في سيدني بيسكن في سيدني، ممكن بعد مده تغير يجي لك اوفر في ملبورن فتضطر تنقل ملبورن، تمام؟ كلها واخد بالك، فده حاجه تانيه. لكن انك انت كل يوم، لا انا اصلا كمان سيدني بلد كبيره يعني. انا يعني انت ممكن تمشي مثلا 50 كيلو او تاخد ساعتين، زي هنا لندن انت ممكن تاخد ساعتين من بيتك للشغل وانت لسه جوه سيدني، جريتر سيدني زي ما بيسموها. وبالتالي لا 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 يعني فانت في نفس المدينه ما بتتحركش. تمام. عندك اسئله تانيه ولا اول حاجه انا من عندي؟ لا لا، قول اتفضل. طيب، الناس كلها بتتخيل ان استراليا، ودي حاجه من الحاجات اللي عايزين نوضحها، ان استراليا بلد خطيره من الثعابين والقروش والتماسيح والكلام ده والعناكب. الكلام ده صح بس بره المدن، تمام؟ بره المدن الكبيره.
يعني انا ممكن اكون شفت الكلام ده شويه في بيرث، يعني اوتسايد بيرث بيت. سيدني مثلا قليل جدا اللي شفته، ملبورن نفس الحكايه تمام، لكن بره طبعا في، يعني لما هتدخل بالذات كمان كوينزلاند في بريزبن والكلام ده وبتاع، موضوع التعابين وموضوع الكلام ده، بس الناس عايشه ما فيش حاجه بتحصل خالص تمام. لكن لو انت عايش جوه سيدني ما اعتقدش انك هتشوف حاجه، ممكن تشوف عقرب، مش عارف سوري، يعني عنكبوت ماشي كده ولا حاجه، فما تقربلهوش بس مش اكتر، هي دي المشكله. لكن بعد كده الناس متعايشه عادي، ما فيش مشكله خالص. طيب بالنسبة للحريات بقى، الحريات هل في يعني الناس براحتها هناك، كل واحد بيعتنق الدين اللي هو بيعتنقه، بيصلوا براحتهم، بيتحركوا براحتهم، المنتقبات لو منتقبات، المحجبات محجبات، الغير محجبات، مش خالص. الدنيا في أي نوع من أنواع العنصرية ولا الدنيا فريدم؟ بص، هو الناس تقول لك في عنصريه، انا رحت ولا فوق ال 50 مره في استراليا، مفيش اي عنصريه خالص، الناس محترمه، الناس كويسه، كل واحد في حاله. لو واحده محجبه ماشيه في الشارع ما حدش هيبص لها، واحده منتقبه، واحده بشعرها لابسه مش لابسه، كله كل واحد حر في حياته. اصلا في احياء هناك في سيدني، انا بتكلم على سيدني، في احياء اسلاميه كامله. انا دخلت مول من المولات، انا فاكر مع واحد صاحبي هناك، المول كله اللي شغالين فيه محجبات، مول كبير مش مول صغير، مول كل محجبات. كان في اريا اصلا كلها اكتر عرب، في كميه لبنانيين وفلسطينيين ومصريين وعراقيين رهيبه في سيدني مثلا تمام، وفي ملبورن نفس الحكايه، مطاعم عربي ومطاعم حلال ومطاعم ولحم حلال يعني اكتر من لندن، اكتر من اللي عندنا هنا احسن حتى. يعني في احياء فعليا بتحس انك انت في دوله عربيه، وبالتالي ما فيش اي عنصريه. الاسترال بطبعهم كويسين، انا بتكلم على الاسترال اللي انا قابلتهم، اذا كان في شغل، اذا كان في حياه عاديه، اذا كان في اي حته، طيبين كويسين، ما فيش عنصريه، بيحترموك بتحترمهم، ما فيش اي مشاكل خالص من الناحيه دي. تمام. وبالتالي انا واحد ما شفتش اي عنصريه هناك، واي ثينك ان انا من صحابي واصدقائي هناك ما شافوش اي عنصريه، ده اللي اعرفه برضه. طيب رحلة البحث عن وظيفة كالمعتاد، لينكد إن وما شابه، لا، لينكد ان ولا وسيك، سيك أيوه لينكد ان ده اللي احنا عارفينه، في كمان www.seek.com.au، ده من اشهر، او مش اشهر، هو اشهر ويب سايت انت بتدور عليه في وظائف، ده اللي هو رقم واحد تمام. بتدخل كده بسم الله الرحمن الرحيم الصبح كده على الاب او على كده سيك، وده هو اسمه سيك، دور على سيك هتلاقي فيه ثلاث انواع من سيك، في سيك الاسترالي، وسيك هو نفس الشركه، وسيك النيوزيلندي، وحاجه اسمها جوب ستريت اللي هو اصله سيك السنغافوري والماليزي تمام. يعني ف الويب سايت اللي يعني احنا بندور على وظائف على لينكد ان او على www.seek.com.au. That's right. Yeah. بالظبط هو ده. هتدور على وظيفه من هناك، طبعا اكتر حاجات على سيك بيقول لك طب انت معاك بي ار، طب انت استرالي، طب انت مش عارف ايه. اللينكد ان طبعا مفتوح، واكتر الناس اللي بتقدم من بره بتقدم عن طريق لينكد ان، لكن سيك انت طبعا رقم واحد. طيب نصايحك للي ناوي، نصايحي للي ناوي، ادخل على اليوتيوب، شوف عيوب البلد قبل ما تشوف مميزاتها، دي اول حاجه. مليون فيديو على استراليا، من جوه استراليا تمام، ادخل شوف البلد عامله ازاي، افتح شوف المدن، انت عاوز تروح فين. انت افترض انك انت خلاص قدمت وعارف ان شاء الله هيجي لك البي ار، بس انت مش عارف هتقعد فين، خد بالك يعني ايه، عكس نيوزيلندا وبريطانيا، نيوزيلندا وبريطانيا صغيرين، يعني انت ممكن السنه تكون في مانشستر، ممكن بعد سنتين تنقل لندن صح، ممكن تكون في اوكلاند تنقل ويلينغتون ممكن، او كرايست تشيرش، انا كنت في كرايست تشيرش لمده حوالي سنتين، لا اكثر، سنتين ونص، وبعدين نقلت اوكلاند تمام. النقله كانت سهله. في استراليا في اختلاف عنيف ما بين انك تتكلم على الويست والايست مثلا، 5 ساعات طيران فعلا، فانت حاسس انك انت في كوكب تاني بقى. في اختلاف سيدني مسافة حاجه، وفي اختلاف مناخ كمان. مناخ وحاجات تانية كتيرة، وكمان أكسنت مختلفة، يعني حتى الأكسنت مختلفة ما بين هنا وما بين هنا تمام. تحس إن الحياة عامرة جدا أوي في الشرق، لكن في الغرب ما فيش غير بيرث مثلا. يعني من حاجات مثلا، أنا برغم إن أنا بحب بيرث جدا، بيرث مثلا تعتبر سو أيزوليتد، فيري أيزوليتد، هم بيقولوا إنها أكثر مدينة في العالم أيزوليتد، لأن أقرب مدينة ليها كمدينة مش حاجة صغيرة حوالي 2000 كيلو، ما هو اقرب حاجه ليها ادلت، ادلت اللي هي تحت، ده على بعد 2000 كيلو منك،
تمام. وبالتالي لو هتعيش بيرث مثلا هاديه وجميله وظريفه ودمها خفيف جدا، تمام، ممكن واحد يقول لك لا دي مش حلوه، ده انا مش هلاقي كوميونتي، مش عارف اتكلم مع حد، هبقى قاعد عندي ملل. فانت ادخل شوف المدن، شوف عيوب المدن، تمام. مثلا الميه مثلا ممكن تكون اغلى في بيرث عن سيدني، لان هي سو ايزوليتد، فالاكل اغلى، لان الاكل بيجي على ما يجي لك من بعيد، خد بالك الحته دي كلها صحراء. فبيرث مثلا كمدينه هتلاقي الايه، الشوكولاتات اغلى، الاكل اغلى شويه، تمام، من سيدني، لان سيدني التكتل السكاني هنا كتير قوي، فالدنيا هنا ارخص، فهكذا. فانت لازم تدخل، اول نصيحه قبل ما تقدم على اي حاجه، ادخل اتفرج على يوتيوب او على الفيسبوك او كده، شوف الناس اللي هناك. ورأيي الشخصي قبل ما تشوف حتى العرب، بص على الاجانب، لان الاجانب ما عندهمش، يعني العرب يقول لك طب ما انا عايش هنا وبلد كويسه مش هقول انه عيوب، لا لا، ادخل على الاجانب. الاجانب هيقول لك اه بص استراليا دي فيها كذا وكذا كذا وحش، واخد بالك؟ انا بعمل كده اهو، لما بكون رايح بلد ببص على الاجانب الاول، بيقولوا ايه؟ ما عندهمش فكره ان هم يتكسفوا يقولوا على البلد اللي هم عايشين فيها وحشه، فما بيقولوش حاجات وحشه، لا بيقولوا على طول. العرب بعد كده ادخل بقى شوف العرب بيقولوا ايه، هتفهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام؟ وادخل اتفرج، وادخل عندك جوجل، غير جوجل مابس حتى، جوجل ايرث، ادخل اعمل سبوتنج كده وشوف الاحياء ماشيه ازاي، وشوف الدنيا عامله ازاي، حاول تبقى فاميليار مع البلد، تمام؟ حاجات فاني على استراليا ونيوزيلندا، تمام؟ خليني اقول لك كده، اقول لك حاجه، وانت داخل استراليا او داخل نيوزيلندا بقى كمان، اوعى اوعى تاخد معاك اي اكل من غير ما تقوله في الكارت بتاع الدخول. استراليا ونيوزيلندا فيها كارت دخول، كارت الدخول ده على صفحتين كده، صفحه كده انت جايب معاك اكل، جايب معاك مش عارف ايه كده، اوعى تدخل بموزه وانت مش قايل معاك موزه او بتفاحه كده، هتتغرم غرامه زي الفل، واحتمال كمان تتحول نيابه اللي هي اه يعني prosecution. مش مصادرة، مش هياخد الحاجة اللي انت جايبها معاك ويقول لك مع السلامة انا هو هاخدها دي، منين؟ لا لا، هو هياخدها وهيجرمك، واحتمال كمان يمنعك لو انت جاي على فيزا معينه، ممكن يلغيها لك كمان كل ده عشان واخد معايا اكل وما صرحتش بيه. لو حياتك وانت واخد موزه بس. انا في واحد في نيوزيلندا كان اول مره يدخل، يا عيني مش عارف الجنسيه، جنسيه عربيه، معاه نص كيلو جبنه، اتقفش بيها والله، بس اتقفش بيها اتقفش بيها، يعني فما فيش هزار في الكلام ده. لو انت رايح استراليا ممكن تدخل اي حاجه الا الاكل، الاكل بتقول انا معايا كذا 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 كذا، بيقول لك اه طب اشوفه ليه، هم بيحافظوا على بيئه الزراعه بتاعتهم، تمام. انت خد بالك ان البلدين دول، احنا هنتكلم على استراليا، هنتكلم على استراليا دي، هي تعتبر جزيره، فهي محوطه نفسها بالميه او متحوطه بالميه، فمحافظين على الزراعه والكلام ده، مفيش افات، مفيش انسكتس جايلهم، فبيحموا الزراعه بتاعتهم، لان الزراعه مهمه جدا بالنسبه لهم، تمام، وبيصدروا منها وبيكسبوا منها فلوس، فانت بتبوظ لهم بزنس كبير قوي. وبالتالي من الحاجات المعروفه انك انت لما تكون جايب معاك اكل، لازم تقول انا جايب معايا اكل، ولازم هو يدخله ويشوفه الاكل ده ينفع، يعني في حاجات مثلا بيكون فيها انسكتس، في حاجات مثلا اللي اقول معايا البذره بتاعتها ما ينفعش تتحط، تمام. فلازم يتاكد. فانت بتقول، هو بيقول لك اعلان ليه، بيسموها حتى كده ايه، ديكليرت اور ديسبوزد، دي كانت في نيوزيلندا، ديكليرت ديكلير او اور ديسبوزد او ارمي، ما تدخلش بيها. فدي من الحاجات اللي هي فان فاكت اباوت استراليا نيوزيلاند. طيب الديلي لايف ستايل شكله ايه يا حاتم هناك؟ يعني اليوم، يعني لو واحد يومه كده بيبقى شكله ايه؟ هل هي مدينة عملية قوي زي مثلا، يعني مثلا بريطانيا مثلا تعتبر من المدن العملية، انت تقضي معظم يومك في شغلك او بتشتغل طول اليوم، بعدين بتلاقي المحلات مثلا بتقفل من 6 من 7 بالليل، مفيش حياة خالص، الدنيا سكون تام وهدوء، كله بيتك بيتك وبتاع. استراليا الحياة فيها صخب وطرف ورفاهية، ولا برضو حياة عملية؟ لو بتتكلم دي الحياه العمليه، فهي حياه عمليه، ما عدا وسط البلد بس، ما عدا اللي بيسموها سي بي دي، اللي هو سنترال بزنس ديستريكت، بيسميها سي بي دي. سيدني سي بي دي مثلا لا فيها حياه، تمام، ميلبورن سي بي دي فيها حياه، ومطاعم مفتوحه لغايه 11 بالليل و10 بالليل، ومطاعم كتيره مفتوحه لغايه ميد نايت عادي، ما فيش مشكله. يعني وسط سيدني هتلاقي حاجات فاتحه لغايه 10 بالليل، 11 12 بالليل، نفس الحكايه ميلبورن. بيرث كنت رحتها، لا كانت اكتر حاجه بتقفل 7 8 بيقفلوا، لكن في حاجه بتقعد الساعه بالليل بس، برضو سي بي دي، بره السي بي دي انسى خلاص، كل حاجه مقفوله. هو دي طبيعتهم هم اصلا. اوكي، سو الاستراليان بالذات نيتشر بيبل، بيحبوا النيتشر،
فهو بالنسبه له لو عاوز يعمل اكتيفيتي فهي اكتيفيتي او الدور، هياخد ولاده وياخدوا العربيه ويسوقوا 3 ساعات يطلعوا على البحر مثلا، يعملوا مثلا دايفنج ولا يعملوا سيرفنج ولا الكلام، او هيدخلوا مثلا يعملوا هايكنج في حته بالحتت، في الحتت الجبليه اللي فيها اخضر اللي مش عارف بتطل على ايه وبتطل على ايه. هم حياتهم كده، حياتهم خارجيه بمعنى انها اوت دور اكتيفيتيز. فبالنسبه له المطاعم والكلام ده وبتاع مش من الحاجات الاولويات عنده، واخد بالك؟ بس هم لا، عندهم حياه بمعنى الحياه بتاعتهم جميله. هو بيشتغل، هم عندهم بيشتغلوا عشان يعيشوا، مش بيعيشوا عشان يشتغلوا، تمام؟ فهو وقت الشغل شغل، وبعدين احنا بنروح ايه نشوف بقى هنتفسح فين. فكر يقول لك انا، طب انا هاخد ولادي وهاخد مش عارف ايه مراتي والكلام ده وهنطلع نعمل كذا، احنا في الويك اند هنطلع نعمل كذا اليومين دول. ياخدوا بعض بالعربيات، هناك التنقلات اكترها بالعربيات بالمناسبه، فالعربيات هناك حاجه اساسيه، ما ينفعش تعيش من غير عربيه، هتتبهدل اكتر من انجلترا بكتير يا باشا، عشان انت المواصلات عارف غالية؟ يعني. لا ارخص من هنا بكتير، المواصلات مش غاليه. يعني لو هنقارن ما بين لندن وسيدني، سيدني اللي هي اغلى حاجه، سيدني ارخص بكتير بكتير بمراحل. الرقابه اللي بتسمعها هنا دي مش موجوده هناك، والباصات كمان كده، والاضرابات هناك زي ما قلت لك عامله ازاي، مش زي هنا. في سترايكس هناك؟ بس فور فري، ما هو السترايكس دي مدتها اطول يعني يا هو باشا، بيفتح انت لك بتدفع بتدفع التريم عليها يا او باشا، المترو وانت اركب يا باشا ببلاش، انت لكن بتدفع مش عليها يا باشا، انت لا ما بيقرفكش، هو ما بيقرفوش الناس، هو ما بيقرفش الناس، لكن لا طب ادفع، ادفع يا باشا، تدفع عليها يا باشا تعالى. بس طيب البلد حلوه. لو حبينا نلخص الموضوع في نقط سريعا كده، يبقى اللي عايز يتحرك او عايز يشوف استراليا اولا لازم تخش تقرا وتشوف فيديوز عن استراليا كويس قوي، لازم تعرف المدن المختلفه في استراليا عشان تقدر تحدد انت وجهتك على فين في انهي مدينه من المدن الاستراليه. البيز والريفرنس بتاعك دايما هو الموقع الحكومي بتاع استراليا اللي هو ايه، حاتم؟ اللي هو بوردر فورس، ادخل اكتب استراليان بوردر فورس هيطلع لك على طول اول واحد او ثاني واحد. Australian Border Force، هتخش هتلاقي عليه المسارات المختلفة، هتلاقي عليه البوينتس، وهتلاقي عليه كالكوليتور كمان كجايد يساعدك ان انت تحسب النقط بتاعتك قد ايه، انت جايب سكور قد ايه. وهتلاقي عليه كمان تقدم ازاي، وهتلاقي عليه ايه شروط التقديم، وهتلاقي عليه البروسيسنج تايم، وهتلاقي عليه تدفع كام في كل فيزا، هتلاقي عليه تفاصيل التفاصيل، ومش مكتوب بس ارقام بس، مكتوبه بالتفصيل التفصيل التفصيل الممل. ودي اكتر حاجه بتعجبني عندهم، وكاتبينها بطريقه حلوه، يعني انت لما تقراها ما تحسش انك تهت، هو ماشيك في اتجاهك اللي انت عاوزه. فدي من الحاجات اللي بحبها قوي عندهم الصراحه. عندك فكرة استراليا محتاجة ايلتس؟ ايلتس او بي تي اي او حاجه ثالثه مش فاكرها، هي محتاجه ايلتس طبعا، ده لازم يكون محتاجه ايلتس. عندك فكرة محتاجة ايلتس كام؟ بص، الاربع ستات بيدوك 0، الاربع سبعات بيدوك 10 نقط، الاربع تمانيات يدوك 20 نقطه بس، يعني هي سهله. من فوق الاربع ستات يعني عشان تقدر تزود السكور بتاعك اربع بالرقم سبعات 100 10 معاك. احسن حاجه تجيب اربع سبعات اللي هم على 10، الا لو انت محتاج 20 نقطه فتجيب اربع تمانيات تمام. طبعا، ايكويفالنت ليها بي تي اي، بس انا مش فاكر الارقام بصراحه كام، ما مش في مخي، كنت ابص عليها وبس. وفي حاجه ثالثه كمان، في كذا حاجه بيقبلوها تاني دلوقتي، ما بقول لك هم مسهلين في كذا حاجه يعني. وحتى يعني كنت حتى بتكلم مع ناس صحابي، الميديكال تشيك بتاعهم كماني وايز وكان اللي بيعملوه احسن بكتير من نيوزيلندا، يعني نيوزيلندا كانوا بيفحصوك. يعني فحصوني، لو بيشوفوا فعليا كل حاجه، كل حاجه بالتفصيل الممل ومقرف قوي، لكن استراليا لا، اسهل بكتير وحتى فلوسه اقل كمان، تدفع اقل. طيب لو واحد بيقارن ما بين كندا واستراليا، بلاش انا عشان انا مش هبقى فير قوي في النقطه دي. لا انا بحب استراليا تمام، فانا وبعد كندا ما اعرفهاش، ما رحتهاش قبل كده، لكن انا مشكله الماينس 30 وماينس 40 بتاعتهم، اللي انا حتى كنت لما جايب محمد عزب في اللايف بتاع، ريجاردلس درجة الحرارة والجو يعني. ما هو دي حاجه اساسيه. ثانيه واحده، انا وانت مثلا لما يكون الجو برد بنعرف ننزل نتمشى هنا؟ لا بنتكتك صح؟ ولا لا يا عم احنا قاعدين في البيت. نفس الحكايه استراليا، طول السنه انت قادر تنزل، ونازل بنص كم يا بيه، ونازل بتستمتع بمناظر طبيعيه رهيبه قدامك. بس انا ما بقولش كندا وحش عشان بس يكون متفقين، بس بقول ان استراليا جميله، انك انت ممكن تنزل
فعليا تتمشى حوالين البيت وترجع تاني، خلصت خلاص انت كده رفعت عن نفسك. لكن لما يكون الجو ماينس 30 او ماينس 20 او ماينس 40 هتنزل ازاي تلف حوالين البيت؟ انت عارف انا كان ليا واحد صاحبي كان نقطة اعتراضه على استراليا الوحيدة ان هي ايه؟ بعيدة جدا بعيدة جدا عن مصر، طب ما كندا بعيدة جدا عن مصر. فاللي هو يعني بص، ما فهمتش. زمان 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 كان البعد دي حاجة فعلا عنيفة قوي. يعني خلينا نتكلم بصراحه، كان عيب مثلا في التسعينات والثمانينات قبل الانترنت وقبل الدنيا كلها، كانت تبقى مصيبه فعلا لما بتروح استراليا عشان تكلم اهلك، هتكلمهم ازاي وكل قد ايه. تمام، دلوقتي الدنيا بقت مختلفه تماما، انت بتفتح الكاميرا وتتكلم مع بعض، ولو عاوز تروح لهم انت عندك دلوقتي الاميريتس مثلا. الاميريتس بتاخدك من سيدني لدبي بكام؟ 14 ساعه، وبعدين تاخد 3 ساعات ونص في القاهره. انت اصلا ما بتحسش بالرحله يعني، او بتنزل مثلا بلد مثلا قطر مثلا الدوحه ابو ظبي، ما كل ده كونكتد ويل كونكتد بسيدني. يعني سيدني كونكتد بيه، انا فاكر الحاجات العربيه مثلا، تعال سيدني مع الدوحه، سيدني مع دبي، سيدني مع ابو ظبي، قريب جدا هيبقى في سيدني مع اسطنبول. الرحله اللي موجوده دلوقتي بيرث لندن، وبعدين بيجربوا دلوقتي سيدني لندن. فيعني لا، ما بتحسش ان هو بقت زي زمان. انت تعرف ان لغايه سنه 2000 و 2003 او 2004، لا صدق 2006 كمان، كان في رحله مصر للطيران لسيدني، كان بس بتنزل تكنيكال ستوب في اعتقد في تايلاند او حاجه زي كده، كانت قاهره سيدني سيدني كايرو، لغوها طبعا. يعني لو رجعت دي خلاص انت كده مش حاسس انك انت بعيد. وبالتالي هي بعد مسافه، لكن هي بصراحه فيها مميزات رهيبه. يعني يعني انا كواحد انا بعترف ان من الحاجات الجميله قوي ان استراليا بلد جميله جدا، وبلد تعيش فيها وتربي فيها عيالك وتكبر فيها وتكمل فيها حياتك. فما مقارنه مع مقارنه مع سعد مع كندا سعد انا ما سعد المنسي سعد المنسي رد علينا في المقارنة وبيقول لي استراليا أفضل من كندا وأسرع في الحصول على الجنسية، طيب خلاص ماشي كده في حاجات كتير. مع بص إن أعتقد أنا بسمع إن كندا، أنا برضو ما عنديش معلومات كتير عن كندا، بس بسمع إن كندا مثلا بيقول لك هم سنتين وبتاخد ال فيش ثلاث الكلام ده. سنين وبتقدم وحلني بقى، ما انت بتقدم، ما انت بقى 3 سنين من حقك تقدم. انا مش بقول ان كندا وحشه، كندا جميله وكندا كويسه وكندا بلد مهجر وناس محترمه وكل حاجه. احنا بنعمل مقارنه دلوقتي ما بين استراليا وما بين كندا. انا واحد من الناس ما رحتش كندا بس رحت استراليا، انا بالنسبه لي البلد مشكله. يعني دي من الحاجات المهمه، انت عاوز تهاجر فين؟ انت لازم تعرف البلد هتقدر تستحمل جواها ولا لا. هل مثلا انت من النوع اللي ممكن تستحمل زي اللي ورايا كده، انا مش بس ان هي تبقى ضلمه خالص كلاودي وفوجي وجلومي، ولا انت عاوز شمس على طول؟ تفرق. تمام، هل تقدر تستحمل انك تقعد في البيت 5 6 ايام مش عارف تخرج 5 دقايق عشان الجو ناقص 30، ولا انت واحد عايز تبقى تحت على طول في الشارع؟ تفرق. تمام، الحاجه الثانيه هو برضو موضوع البي تي اي. البي تي اي اسهل طبعا اكيد. يعني هو سعد بيقول البي تي اي، بي تي اي ما في نيوزيلندا وفي استراليا، انا ما اعرفش كندا ايلتس بس ولا لا، بس انت اللي بتقول. فلا فيها كده. بعدين مش عارف اقول لك ازاي، في اوكي، هي كمان استراليا فيها ميزه بصراحه. استراليا ويل كونكتد باسيا، بمعنى ب 250 $300 ممكن تروح بالي رايح جاي. تمام، ممكن تروح سنغافوره وترجع. يعني انا رحت من سنغافوره لبيرث، بس من سنغافوره لبيرث كانت 4 ساعات ونص طيران، ما تعرفش عشان هي ناحيه كده، بتذاكر رخيصه. تمام، رايح جاي، فانت ممكن تروح تقضي مثلا كام يوم في سنغافوره تغير جو وترجع استراليا تاني. ولان كندا عندك امريكا وعندك طبعا المكسيك، ما اقدرش اقول لا، بس انت عندك دول كثيره قوي في اسيا كمان. تمام، ده برضو رأيي، ده بص من الآخر ده رأي شخصي تماما يعني، بناء على تجربتي في استراليا بس، مش معرفش كندا. طيب السؤال الأخير، واللي عنده برضه أسئلة يكتب لنا في الكومنتات، حتى إيفن بعد اللايف لو حد ما لحقش اللايف وعنده أسئلة اكتبها في الكومنتات وهيترد عليك. بس يعني السؤال الأخير، أنت شايف الفترة دي في فرص أو سوق العمل في أستراليا مفتوح، وهل برضه هم زي باقي البلاد كده بيبقى في شورتج ليست والكلام ده، ولا الدنيا طبعا. يعني موضوع الاي تي، الناس الاي تي مطلوبه مثلا، تمام، مطلوبين جدا دلوقتي. بص الفتره دي تعتبر فتره ذهبيه زي ما بيقولوا،
كل حتى المصريين اللي بيعملوا فيديوهات في استراليا كده يقول لك في فتره رائعه، كله يقدم دلوقتي بياخدوا من 65. انتوا مش متخيلين ان ده كان من اخلاق الناس، ان انك تتاخد من بول على 65. انا مش عايز اقول لك ده حكايه دلوقتي بتحققه، وبعدين بياخدوا 30,000 في كل راوند، ده رقم عنيف جدا، مزودين العدد جامد. فدي فرصه دلوقتي، الفرصه يعني دي بص اللي ناوي وبيفكر دي فرصة ذهبية دلوقتي ان هي هو دي. يلحق يقدم على الموقع الحكومي، يلحق يقدم يشوف هيجيب كام نقطة، لان دلوقتي زي ما بنقول كده في اوكازيون في تخفيض ان هم نزلوا ل 65 بوينت، وده ما بيحصلش كتير. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده واتكلمنا عن البلاد اللي اتكلمنا عليها، الاوبورتيونيتي لما بتبقى متاحة هي مش ايفر لاستنج، وبتبقى عادة الحاجات دي بتبقى ليميتد اديشن ليميتد تايم، وبعدين هوبا بالظبط فجأة هتلاقي السكور ضرب في العالي، أعداد كتيرة اتاخدت ما بقاش ليك مكان. فلو او عايز تتحرك الحق اتحرك. وغيروا كمان القوانين. ما هو انت بص هديك مثال، مثلا هديك امثله واحنا بنتكلم، ده احنا لسه بنتكلم لغايه 2000 وشويه مش فاكر كام، كانت الجنسيه الاستراليه بعد سنتين، يعني بعد سنتين تقدم وتاخد الجنسيه، سنتين كانوا حاجه اي كلام، دلوقتي بقت 4 سنين وتقدم، تمام؟ دي استراليا. زمان انا فاكر في زمان كانت استراليا بتعبر باربع خمسات ايلتس، 4 5 ايلتس، مش عارف كان 2005 2006 2007 حاجه زي كده، يعني رقم اهبل ما كانش حاجه خالص، كانت الناس بتروح بسهوله جدا، ده كانوا بيتمنوا اي حد يروح لهم زمان، تمام؟ دلوقتي بقى تشوف ازاي عامله ازاي الصعوبه بتاعتها، او اتصعبت. اللي انا عاوز اقول له على مر الزمان الدنيا بتتصعب، تمام؟ اذا كانت بريطانيا، اذا كانت استراليا، اذا كانت كندا، اذا كانت نيوزيلندا، اذا كانت امريكا، اي حد في فتره من فترات كانت الدنيا سهله بتمشي صعبه، ان هم فتحوها دلوقتي ده معناه محتاجين ناس. هل هيكملوا كده على طول؟ اشك الصراحه، هتقفل تاني او هتتصعب تاني بشكل او باخر. جميل حاتم، انا عايز اشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي كانت معانا. احنا يعني مش عايزين نطول على الناس اه في احنا كده صحبة داخلين في اكتر من الساعه، كده، احنا داخلين على تمام؟ ساعة، فمعلومات قيمة معلومات دسمة جدا. اللي ملحقش اللايف من اوله الفيديو كده كده هيبقى موجود ومتسجل على القناة، اي وقت تقدر تخش تشوفه وتقدر ترجع له. اللينكات الويب سايتس واللينكس اللي اتكلمنا عليها هتبقى مكتوبة تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الفيديو هينزل عند حاتم كمان على قناته على اليوتيوب ويز حاتم، وهحط لكم برضو اللينك بتاع القناة. اللي عايز يتابع برضو، في حد كان بيقول لي ايه ده احنا اتفاجئنا ان في لايف، فاعمل سبسكرايب وفعل النوتيفيكيشن بتاعت القناة، هيجي لك اشعار اول باول ان في لايف يوم كذا. احنا عادة بنعمل اناونس، بنعلن عن اللايف قبلها من 24 ل 48 ساعة على حسب ما بنلحق، وبنعمل اعلان قبلها واناونس قبلها، فهيجي لك نوتيفيكيشن لو انت عامل سبسكرايب على القناة ومفعل زر الجرس زي ما بيقولوا، عامل النوتيفيكيشن اليرت. حاتم انا تمام يا بشكرك احمد، جدا وبشكر كل شكرا الناس جدا اللي يا احمد، كانوا معانا، ونتمنى ان احنا نكون وصلنا لكم معلومة افدناكم في حاجة، وان شاء الله تابعونا قريب هيبقى في حاجات تانية، هيبقى إن في شاء الله. فيديوهات برضو باستفاضة. يعني احنا يمكن اتكلمنا اول لقاء بيني وبين حاتم اتكلمنا عن سنغافورة، والاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن بريطانيا، بس احنا بنحاول ان احنا نجيب الملخص السمري. الديتيلز هتلاقي عند حاتم على القناة تفاصيل التفاصيل، كل حاجة متقطعة، وعندي على القناة برضو قريب هتلاقي تفاصيل برضو. هنبتدي نتكلم عن بند بند، وهكلمكم هنبتدي بالبند بند من واقع تجربتنا عشان يبقى الكلام منطقي وملموس. انا مش هقدر اقول لك تكاليف العيشة او ايجار البيت في كندا كام وانا ما رحتش كندا وما عشتش في كندا، صح، لكن انا مثلا ما تيجي تسالني في بريطانيا او في لندن تحديدا الايجارات كام، انا هقدر افيدك وهقول لك رحله البحث عن سكن والمشقه والمشوار دي ليها حلقه لوحدها، رحله البحث عن عربيه وتكاليفها دي ليها حلقه لوحدها، الله ده صح، الضرايب ليها حلقه لوحدها. فهتلاقي ان احنا كل 3 4 ايام في فيديو، الفيديوهات الجايه يعني اللايف دايما هو اللي بيبقى مدته طويله شويه عشان بيبقى فيه اسئله وفيه انتر اكشن وبنرد على بعض، فممكن ناخد فيه ساعه ساعه وربع، لكن الحاجات اللي بنتكلم عليها دي المعلومات اللي انت عايز توصل لها هتلاقي فيديوهاتها بتنزل ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة ماكسيموم، هتلاقيها عندي طب وعند حاتم على القناة. استنى يا احمد، انا عايز اسال سؤال هنا للناس يحطه لك في الكومنت كمان، مين احسن نطلع لايف على اليوتيوب ولا نطلع لايف على الفيسبوك بيج؟
انتوا من رايكم وجهه نظركم هنا ولا هنا؟ يعني احمد عنده قناه على اليوتيوب وعنده فيسبوك بيج، انا عندي قناه على اليوتيوب وعندي فيسبوك بيج، انتوا رايكم مين بيبقى احسن؟ نطلع على هنا ولا نطلع هنا؟ خلينا نسال الناس ونشوف رايهم ايه هو. ليه انا بسال السؤال ده؟ لان على اليوتيوب خلاص اوكي، في حد قال على اليوتيوب، انا لسه كنت عمال بسال السؤال ده، انا هو بسال السؤال عشان اشوف. هنجمع آراء يعني. هو سعد قال على اليوتيوب أفضل. ماشي، هو انا وجهة نظري مين احسن للناس؟ يعني ايه أسماء بتقول مين؟ كمان على اليوتيوب أفضل. خلاص يبقى اليوتيوب يا. انا طبعا انا كنت عايز اشوف، هل مثلا يا احمد بعد كده لما نيجي نعمل لايف انا وانت، نفتح على الفيسبوك مره واليوتيوب مره، ولا العكس، ولا نكمل حاجه واحده؟ ده العظمه. لو هنتكلم على الفيسبوك واليوتيوب، احنا ممكن نفتح لايف الاثنين في نفس الوقت، يعني ممكن نفتح فيسبوك ويوتيوب at the same time. اللايف يبقى شغال بس على الفيسبوك، شغال على اليوتيوب. الفيسبوك ما عندوش الفكره بتاعت اللايف توجذر اللي احنا بنعملها دي، عنده انفايت اعتقد، ف عنده؟ يعني خلينا نجربها وندرسها. الناس بتشوف الاعلان على الفيس وبتتابع على ما اليوتيوب. هي اسماء، بس ما عشان انا كنت حاططه عندي على الفيسبوك زي كده اسماء، هي شفته من عندي وجت هنا. طب كويس زي الفل. فخلينا نقول ان احنا هنحاول نبقى متواجدين هنا وهنا. السؤال الثاني بقى هو التوقيت. احنا صح. يهمنا الانتراكشن اكتر من يعني انا يهمني، لان انت لما تسأل سؤال بتسأل السؤال وعايز رد حاضر، رد وقتي. لكن يعني انا مش حابب حد يسأل سؤال ويترد عليه مثلا بعد يومين ثلاثة او بعد 3 4 ساعات. لا، انا عايزك تسأل السؤال ويترد على سؤالك لايف واحنا قاعدين. فالوقت المناسب اللي انتوا شايفينه انسب كايام اسبوع وكمواعيد، عشان في فرق توقيت ما بيننا وما بين البلاد التانية يعني. فاحنا يهمنا ده ممكن اسيبه الناس تحطه في الكومنتات، كل واحد يشوف الفيديو كده يقول لنا بالنسبة للبلد اللي هو فيها اليوم والتوقيت ايه، واحنا هنحاول نكمبرومايز الموضوع ده، نحاول بقى نعمل توليفة كده بحيث ان احنا نوصل لتوقيت معين. تمام زي الفل. نفس الكلام ايناس برضو بتقول ان هو بوث بص الاثنين، اليوتيوب والفيسبوك. فويل خلاص تراي تو دو ات، احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل المره الجايه اللايف يبقى في الاثنين، وهنحاول على قد ما نقدر ان اللايف كمان بندرس انا وحاتم مع بعض، يعني عشان الناس ما تتوهش معانا، هيبقوا في القناتين مره واحده لايف. اشتراكك في القناة دي زي اشتراكك في القناة دي. الموضوع الهدف منه في الآخر هو إن احنا نوصل معلومة ونفيد الناس ونستفيد من الناس، بإن احنا الأسئلة الكتير اللي بنتسألها بتنورنا احنا في حاجات تانية. الحاجة التانية اللي أحمد لسه ما يعرفهاش ولسه هعملها دلوقتي، وأحمد يكون معايا، إن أنا هعمل حاجة يعني جديدة شوية، هعملها على القناة عندي وبعدين نعملها عند القناة عند أحمد. إيه هي بقى؟ إن مش هيبقى أحمد بس اللي موجود وأنا بس، هنبقى أربعة مع بعض، واحد من كندا، واحد من نيوزيلندا، واحد من، وإحنا اتنين من إنجلترا. يعني أنا بحضر الحلقة دلوقتي، أحمد هيكون معايا فيها إن شاء الله، هنتكلم على إنجلترا، بس هيكون ليا صديق عزيز من نيوزيلندا، وفي نفس الوقت صديق عزيز اللي هو محمد عزب من كندا. إحنا الأربعة مع بعض، وادخلوا بقى اسالونا زي ما انتم عاوزين، وهنعمل مقارنات مع بعض كله بناء على تجربتنا الشخصيه. صحيح. يعني دي احنا حاجه حلوه دي. هنبقى بنغطي في حلقة واحدة كندا، نيوزيلندا، استراليا، انجلترا. بالظبط. هنعمل اللفه دي كلها بحيث نكون قاعدين كلنا، كل واحد عنده تجربته الشخصيه، اذا كان محمد عزب صاحبي تجربته في كندا، مش عايز اقول على صديقي بتاع نيوزيلندا، غير لما يعني نطلع مع بعض لايك مره، هيبقى برضه واحد صديق عزيز عليا عايش في نيوزيلندا، وانا واحمد هنعمل مع بعض كاننا كده في ميتنج وبنتكلم وبنقول مميزات وعيوب كل حاجه، وبالتالي هتقدروا انكم توصلوا بالظبط احنا حاسين بايه وبنتعامل في ايه وايه اللي بيحصل لنا، فيبقى عندكم الخبره دي من قبل ما تيجوا حتى. عشان بس الناس تبقى شايفة الموضوع بواقعية بالظبط. وتحس إيجابيات وسلبيات الموضوع إيه، لأن يعني التجربة نفسها إن أنت تعيش فيها غير ما تسمع عنها خالص. ده حقيقي فعلا. دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص. ميرسي يا حاتم جدا لوقتك يا باشا ونورتنا، التومر، الله يخليك يا احمد. كل الناس اللي كانوا معانا النهاردة نورتونا وكنا سعداء بوجودكم معانا، وإن شاء الله إن اكيد شاء الله نلتقي تاني قريب ان شاء الله. ربنا في لايف جديد وفيديو جديد ومعلومات جديدة إن شاء الله، وربنا يكرمنا كده ونقدر نفيدكم امين ونستفيد ان برضه شاء من أسئلتكم. الله.
ما تنساش، انا بكلم اللي بيتفرج دلوقتي، ما تنساش تعمل اوكي. سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس، مش بكلمك اكتر. انا قلت انا بس هم انا بشوفهم دايما بيعملوا كده حتى، والله يقول لك لايك وشير وسبسكرايب وما تنساش تفعل زر الجرس، دايما بيقولوا الجملة دي. فعلا المفروض تقولها في الاول عشان الناس تبقى في الاول لسه واخده بالها من الموضوع في الاول. مره كده في اللايف أوعدك، نقولها في الاول. أوعدك هقولها في الأول وفي الآخر. خلاص هو كذلك وانا موافق. ماشي يا جميل، ميرسي يا جماعة، يا مستني الله أشوفكم على ماشي. خير. شكرا، السلام عليكم، مع سلام. السلامه. مع السلامه.